السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو من جامعة UPSI من ماليزيا في هذا اليوم الرمضاني الجميل. هذا أبسط ما يمكن يقدموه في الجامعات. نحن متجهين إلى المكتبة. هذه هي المكتبة. هذه الساحة لف جميل. ساعة فيها بعض التماثيل والأشياء. هاي كلية الفنون يا جماعة. كلية الفنون. طاووس. اللون الطاري أخضر. هذه هي ماليزيا. هذه هي المكتبة. اهلين عبد الرحمن. هاي لاحظت الاعلانات على المكتبة. ماشي يلا اوكي. هسه مين خارج؟ مين خارج؟ شوية خارج. مجموعة من كتب عن الطبخ، صور أشياء، حلويات، كتب إلكترونية.
هذه الحاسبات تستخدم لأغراض البحث. الطالب يجلس على أحد من الحاسبات يبحث عن اسم الكتاب المطلوب، وبعد ذلك يعطي الكمبيوتر رقم يمثل رقم الرف والرو أو اللاين اللي بي الكتاب اللي هو تكون موجودة هناك. أشوفكم هذا الموضوع. هنا كل رف سحبهم برقم، فالطالب يبحث عن اسم الكتاب من الكمبيوتر وبعدين يجي يشوف الرقم وين ياخذ الكتاب المطلوب. سهل عملية البحث على الطالب. هاي الكافيتيريا. مكان تشعر بالعلم به فعلا، هدوء. لاحظ هاي جوا الكتب الخاصة، هاي يتم استعارتها عن طريق موظف مسؤول، ما تتاح للطالب بشكل مباشر. هذه المكتبة، راح ناخذ جولة سريعة للطوابق العليا اللي هي كلها رفوف وكلها كتب. تلاحظون هاي الرفوف، اصعد شوية نسوي جولة سريعة على الرفوف. طاولة المذاكرة، وهذه رفوف الكتب. تاريخ الطلاب خريجين دراسات العليا. كميات لا تحصى من الكتب القيمة. هذه كابينات خاصة إذا طالب يحب أن يدرس وحده بدون ضوضاء يفتح أحد الكابينات. يفتح واحدة من الكابينات، يأخذ المفتاح من الأدمن ويقفل الباب على نفسه ويقعد يقرأ.
كبيرات التأمل. اللي طالب يجلس يقرأ في هذا المكان وأمامه هذه المناظر. يعني بس يدوم الطالب يقرأ بالطريقة. بالمناسبة هذه مو من الجامعات العملاقة في ماليزيا، يعني جامعة يعني تعتبر صغيرة. Cultural motivation and learning. هاي كتب الإدوكيشن، كتب التعليم. طبعا اكو بعد فوق التفرق. كميات هائلة من الكتب. شكرا جزيلا لكم.